السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم الفيديو ديال اليوم في احسن الاحوال. كما تشوف العنوان اليوم ان شاء الله غادي نعمل لكم فيديو خاص على واحد التشكيله ديال الاحذيه الرياضيه او لي زيسبادري. بزاف ديال الناس سقساوني على لي زيسبادري اللي كيكونوا عاليين شويه. اليوم غادي نعطيكم واحد التشكيله اللي هي زوينه وفيها لو شوا كثير. ما غاديش نوري المحل لان هاد الاحذيه فهي كلها يعني ماركات اللي هي معروفه واللي هي عالميه، ولكن هي كوبي صراحه، يعني ماشي دوريجين، هي كوبي ولكن كما كيقولوا الهايت كوبي، يعني شي حاجه اللي كوبي متقون. ولكن قبل ما نخليكم مع هاد التشكيله غادي نجاوبكم على بعض الاسئله اللي طرحت عليا بخصوص العمليه اللي كنت عملت على عيني. فانا كما قلت لكم في الفيديو اللي سبق ان النظر كان عندي انا قليل وقليل بزاف، لدرجه اني كنت كنعمل في الاول كنت كنعمل نظاظر اللي كيبينوا لي عينيا صغيره، من بعد كنخرجوا لي لونتي يعني صافي حيت نظاظر وبديت كنستعمل لي لونتي. ولكن لي لونتي الصراحه كانوا كيقلقوني بزاف وخاصهم واحد العنايه كثيره. من بعد سهل الله وعملت العمليه. هما كاينين جوج ديال الطرق ديال تصحيح النظر، يا اما اللازر يا اما يعني زرع العدسات. انا بحكم انني النظر كان عندي قليل فاللازر ما كيصلحش ليا، اللي كيصلح هو انني نزرع العدسات، وهي اللي عملتها وكانت الحمد لله ناجحه وسهله، يعني ماشي شي حاجه صعيبه دغيا دغيا. يعني دغيا العمليه كدوز في شي ربع ساعه ولا ثلث ساعه، ما يعني ماشي بزاف، يعني كتدخل لا كلينيك داك النهار وكتخرج في داك النهار، يعني كتدخل الصباح كيعملوك العمليه كتبقى معاهم النهار كامل. مع العصر هكا كنت خرجت في حالي. العمليه الاولى عملتها دازت على عين وحده، داز اسبوع عاد عملت العمليه العين الاخرى. بالنسبه لفين عملتها سقساوني الناس فين عملتها، انا عملتها في كازا يعني في الدار البيضاء في كلينيك المدينه، يعني ايوه اعملوا جوجل غادي يطلع لكم، اعملوا فيه كلينيك المدينه غادي الدار البيضاء غادي يطلع لكم فين، وغيطلع لكم حتى الرقم الهاتف. نقدر نخلي لكم الرقم الهاتف اول تعليق او في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي بغاو. عملتها عند الدكتور الحسن، ما بقيتش عاقله على يعني الاصل ديالو يعني النسب ديالو. المهم هو اسمه الحسن وهو صاحب الكلينيك، هو كلينيك خاص او مصحة خاصة بالعيون. صراحة كانت العملية ناجحة 100%، تهنيت بزاف الحمد لله، تهنيت من هذاك النقص ديال النظر اللي كان عندي. اما بالنسبة للناس اللي عندهم نظر غير قليل فهو ما كيضطروش يعملوا يعني زراعة العدسة، فكيكتفيوا باللازر. عمليه شويه ماشي مكلفه بحال هذيك الاخرى اللي عملت انا، عملتها بجوج المليون العين، يعني هذه جوج وهذه جوج يعني 4 المليون. كنت لقيتها في بلاصه اخرى بقل شي مليون على ما اتذكر، مليون ونص للوحده. ولكن واحد السيده من العائله انفيرميير هي اللي شكرات لي هاد المصحه ومشيت عملتها فيها، وخا لقيتها زايده في الثمن ماشي مشكل، المهم هي تكون نتيجه مزيانه. لازر كيكون اقل تكلفه. هذه الهضره كنقولها لكم يعني راه داز عليها 6 سنين وشي حاجه، يعني يقدر يكون الثمن نقص. المهم انا غنخلي لكم الرقم ديال الهاتف وانتم هذيك الساعه غادي تتصلوا بهم وغتعرفوا جميع المعلومات. دابا غادي نخليكم مع التشكيله ديال لي زيسبادري. القياس كاين من 40 حتى ل 44، وغادي نعمل غادي نعطيكم حتى صور ديال لي زيسبادري ديال الاطفال. هاد التشكيله راه كاينه يعني موجوده، انا غنخلي لكم حتى الرقم ديال هاتف السيد اللي كيبيعهم، اللي هو اخلي لكم الرقم ديالو في التعليق الاول في صندوق الوصف، غتصلوا بيه وغتقولوا له شنو يعني الصوره اللي بغيتو، وهو طبعا غادي يقول لكم المعلومات عليها، غيقول لكم القياسات اللي كاينين، وغيقول لكم حتى الثمن والاثمنه جد مناسبه، من 250 درهم حتى 300 400، على حسب الموديل وعلى حسب حتى لا مارك. وغنخلي لكم حتى صور ديال لي زيسبادري ديال الاطفال، البنات والوليدات، وهاد لي زيسبادري ديال الاطفال هما ديال يعني مستوردين، هادو ديال اسبانيا. يلا
هنا غنقول لكم بسلام عليكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ولبيت يعني الطلب ديالكم ديال جوج حوايج ديال بالنسبه للعمليه العينين وحتى لي زيسبادغي اللي كيكونوا عاليين بزاف. البنات سقساوني عليهم قالوا لي شوفي لنا شي محل يكون كيبيع هاد لي زيسبادغي. واللي كيشوف قناتي اول مره مرحبا بكم، ما تنساوش تشاركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. واللي عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على اللايك باش يطلع لي الفيديو مزيان ونعرف انه عجبكم. وهنا غادي نقول لكم بسلام عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. ودابا نخليكم مع هذه التشكيله ديال الاحذيه الرياضيه ديال الرجال والنساء وايضا ديال الاطفال. يلا بسلام عليكم.